لا نعلم عن كنا سنصل إلى صحن النظاف أما يتعذر علينا ذلك. تعال سعود. نبحث عن موطئ للقدم. خيام رهيب وكثيف جدا. الكعبة ولا نستطيع الوصول أو النزول. يوم الجمعة ما شاء الله كثيف جدا. أنا لا أعلم لا أين صف أنا. ضيق على الناس. أنا ذا سيد سعود أتجول لنصل إلى صحن المطاف، لكن هيهات هيهات. أنا والسيد سعود الحصول على مكان في صحن المطاف، لكن سنصلي ها هنا حيث نشاهد الكعبة المشرفة. ها؟ زين هني المكان؟ ها؟ توقع بتشوفه؟ سعود ما يعتقد أنه يشوفه. صلي هني سعود، شو رأيك؟ ها؟ زين؟ تعال سعود. أين ارتحلوا؟ وعود الله مصيبة. زيارة مكة. ملك فهد الكهرب إلى الدور. الحشود المعتمرين الزوار هو بعد صلاة الظهر في أبراج أو في ساحات الحرم المكي بجوار وقف الملك عبد العزيز. لا زحمة. ماء زمزم لما شرب له. حصلوا ماء زمزم لما شرب له. الحمداني يستطلع كثيرا بأجواء مكة. توجه إلى توسعة الملك عبد الله. هني توسعة الملك فهد يا علمي. هنا الأبراج.
فرقة واسعة تلحقون هني هني بس هذا شوف البراد لهني واصل ناطور ساعة الملك عبد الله شوف البراد كيف أنا أحبتي الأكارم أجواء توسعة الملك عبد الله شاهدوا معي هذه الأجواء لهذه التوسعة الضخمة والرهيبة التوسعة الرهيبة توسعة الملك عبد الله الجمعة اكتب المكان هنا المصلين ويتم نقلهم إلى التوسعة خرجنا من توسعة الملك عبد الله في بارك إلى شوفهم يتمردهون هي توسعة الملك فهد هذه هاي اسمها توسعة الملك فهد كلها فندق دار التوحيد انتر كونتيننتال الزحام يزداد كثيرا هنا بالقرب من مركز ابراج البيت التجاري ومع صديقنا من المهرة حييك سعيد محمد والنعم هذه نعم هي كاميرا اكشن كاميرا حركه تتحرك وياك معاك وين ما انت تروح تروح معاك على طول هني هني شرق غرب تروح معاك وتسجل كل شارده وارده شكرا والكثير من ضيوف الرحمن يتوافدون في ليله الجمعه هنا في قلب مركز ابراج القديم نعم هذه هي الأبراج القديمة شاهدوا محلات الرولكس هن النسوة يتمردغن هنا في هذه الساحات مركز شركة مركز السكن التجاري كثيرة في ليلة الجمعة 28 يوليو 2022 صلاة العشاء واحد المعيد اللي هو من يأم المصلين في صلوات العشاء الله أكبر هؤلاء الاثنان يتضاربان بشكل يومي الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله